وكان بقى زي ما قلت لك يعني سيرة الحجاج يعني مش محتاجة إسهاب يعني، بس أنا من باب يعني الترويض أقول لك حاجة غريبة حصلت بقى. مرة عمل حظر تجول، عمل حظر تجول، قال مثلا بعد الساعة 6 ممنوع علي واحد ماشي في الشارع. فواحد بقى معاه الغنم بتاعته في الجبال وبتاعه، ولا كان في إعلام ولا في حاجة توصل للناس إلا الراجل اللي يركب الدابة ولا مش عارف الحاضر يبلغ الغائب، زي طريقة زي جماعته زمان يعني، ولف في البلد ويقول الخليفة والوالي قال كذا والحاضر يبلغ الغائب. ده صاحبنا بقى كان في الجبل مع الغنم بتوعه، وبعدين راجع بعد حظر التجول مسكوه. فقال انت مش انا نبهت انه ممنوع حد يمشي على الساعه 6؟ قال انا كنت في الجبل ومعايا الغنم وما سمعتش حاجه. قال له اعلم انك صادق ولكن بك صلاح الامه وام ذبح. بك صلاح الامه، قطع رقبته عشان بقى ايه اضرب المربوط يخاف السايق. خلاص اذا اتلسعت من الشوربه تنفخ في الزبادي زي ما بقول يعني، ويستقيم المسألة بكده. وده كان مذهبا له. مرة كان عايز يقبض على واحد فما لقاهوش، قبض على أخوه، أخوه مالوش ذنب في حاجة خالص يعني. فلما قبضوا على أخيه عملوا معاه ثلاث حاجات: حلقوا على اسمه يعني حطوه في البلاك ليست، وهدموا داره، ومنع عطاؤه. كان يعطى من بيت المال 1000 درهم مثلا ولا حاجه، منعوا العطاء بتاعه وهدموا له داره وحطوه في البلاك ليست، يا ممنوع من السفر يعني، يجي يسافر على الجحش بتاعه يلاقي ايه موقفينه ورجعوه. المهم يا جماعه انا مظلوم، انا مظلوم، حرام عليكم اعملوا معروف. فيش فايده خلاص، الحجاج هو اللي امر. قال طيب لو الأمير يعني عد عليكم أكلمه بس كلمتين. الحجاج بيمر، قالوا له والله في واحد متظلم وعايز يسمعه، عايز يكلمك يعني. إيه عايز إيه يا سيدي؟ قال له والله أنا مظلوم، أنا أخويا حبيت تقبضوا عليه ما لقيتهوش، قبضوا عليا، طب أعمل إيه؟ قال له هيهات، العب غيرها يعني. أما سمعت القائل: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الذنب. واحد ياكل الليمونة والتاني الدرس، ايه الإشكال يعني؟ اهو يعملها واحد ويقع فيها التاني. قال: أيها الأمير، ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما يقول الله تعالى؟ قال: قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ من وجدنا متاع إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يا جاية في الجون يعني، ها أهو حسن التخلص، ولد ذكي وحضر البديهة ويعرف يتكلم يعني. مش قال له يا ظالم هتدخل جهنم وبئس المصير؟ لا، الجماعة دول مش حد يكلمهم بالطريقة دي خالص، لابد انك تبحث عن لغة حوار مع الظالمة دول. لما الحجاج سمع الآيتين دول أطرق وقال: علي بيزيد بن أبي مسلم، قائد الشرطة يعني، قال: أفكك لهذا عن اسمه، طلعه من البلاك ليست، ومر له بعطاء، وابن له داره، ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. مش هو بيقول له الشاعر بيقول له: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرات ونجى المقارف صاحب الذنب. أهو واخد بالك؟ الطبراني في المعجم الأوسط روى حكاية برضو عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول: سالم بن عبد الله بن عمر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر: دخلت أنا وأبي على الحجاج بن يوسف فوجدنا رجلا مقيدا متكتف. فأول ما دخل سالم وعبد الله بن عمر على الحجاج
أم الحجاج قال لي سالم إيه؟ قال أرأيت هذا السيف؟ قال له نعم. قال أرأيت هذا الرجل مقيد؟ قال له نعم. قال له خذ السيف والنطع واذبح الرجل ده، اطلع بيه على باب القصر واذبح. أم سالم بن عبد الله بن عمر خد السيف وخد النطع، النطع اللي هو الجلد يعني اللي كانوا بيذبحوا عليه الضحايا علشان ما يوسخش السجاد، عشان ما يوسخش الايه السجادة يعني. قام واخده واخد النطع والسيف وطرع عليه على باب القصر. أم سالم سأله سؤالا، قال له صليت الصبح؟ قال له نعم. أم فكك القيد بتاعه وقال له اهرب بجلدك، خذ أي طريق شئت. الرجل هرب طبعا بجلده، وراجع سالم بالسيف والنطع إلى الحجاج وقال له الحجاج ذبحت الرجل؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال لأني سمعت أبي هذا على عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله فكيف أذبح رجلا في ذمة الله؟ شوف برضو يعني الحجاج سكت ما قدرش ينطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجاج برضو مهما كان فاجرا وكام ده إذا وجه بآية وجه بحديث برضو كان يعني بلم الدور يعني شوي، واخد بالك؟ إني سمعت أبي هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يسألنك الله بشيء من ذمته. فاللي في ذمة الله وفي ضمان الله كيف يمكن لأحد أن يعتدي عليه وهو في ضمان الله، وهو الذي يقول وهو يجير ولا يجار عليه. يجير أي من استجار به أجاره، ومن أجاره لا يستطيع أحد أن يصل إليه. أدي معنى يجير ولا يجار عليه، الذي يكون في ضمان الله مش حد يعرف يعمل له حاجة، والذي خرج من ضمان الله ربنا يجيبه لأنه يفعل ما يريد وهو القاهر فوق عباده. تمام؟ فالحجاج بن يوسف خنس لها وسكت، وإلا الحجاج كان مفتري، كان ظالما. ثبت بالسند الصحيح أن الحجاج بن يوسف كان يخطب الجمعة من بعد الزوال إلى صلاة العصر. يقول الراوي فرأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح يصليان الظهر إيماء وهم جلوس. الظهر ضاع يا جماعة، الظهر ضاع. يا سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بعد ذلك كان يصلي الظهر إيماء برأسه، وكذلك كان يصلي عطاء بن أبي رباح. ولولا صحة الأسانيد ما صدقت هذا الحقيقة يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية يعني.